أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، ونرحب بكل متتبعي القناة ونشكرهم على الدعم اللي راهم يقدموا فيه والكومنتات البهيين. اليوم جبت لكم فطيرة محشية ومقاديرها اقتصادية، وراح نبداو مباشرة في العجينة، وفي نفس الوقت راح نمد لكم المقادير. نصف كاس زيت، نفس الكيلة اللي كيلت بها الكاس نفسها حليب، نصف كاس حليب انا دفيته ما يكونش سخون، راح نضربهم. نضيف الفارينة، نصف ملعقة خميرة تاع قاطو تاع الحلوى، ملح تقريبا نصف ملعقة تاع قهوة صغيرة، ونبدأ نعجن بالعقل. هذه العجينة تجيكم هايلة وتجي هشيشة وتجي خفيفة كي نطيبوها. نضيف الفارينة تدريجيا ونبدأ نلم فيها. شوفوا حتى الطريقة راهي سهلة، حتى المكونات راهي متوفرة في كل منزل، تكون بالبصلة والفلفل والطماطم اللي راهم في فصلهم ورخيص ماهمش غاليين. انا كملت لميتها، دركا راح نغطيها ما نخلوهاش حتى تخمر، جست من وجدوا الحشوة بركة نرجو نكملوها. ما بين ترتاح العجينة نمر لتحضير الحشوة. الحشوة راح تكون اقتصادية، خيرت البصل فلفل طماطم. فيما يخص البصل والفلفل درتو شرائح، اما فيما يخص حبة تاع الطماطم نحيت لها لابو تاعها وقصيتها على شكل مربعات. انا حطيت المقلاة على النار، درت لها زوج ملاعق تاع زيت. نحط المرحلة الاولى، نحط البصل يذبل شوية على النار، الكمية هنا كيما حبيتو. درك نغطيه ونخليه يتقلى حتى يذبل شوية. في هذه المرحلة نضيف الفلفل ونخليه يزيد يذبل شوية مع البصلة. نزيد نضيف الطماطم الملحة، ندير لها الملح والفلفل الأسود. فيما يخص الحشوة انتم واش تحبوا، تقدروا ديروا حتى الفيون باشي ولا صدر الدجاج. انا حبيت الوصفة تكون اقتصادية، على هكذا ما حبيش نضيف ولا اي اضافة، حبيتها بلا لحم. درك نغطاها ونخليها تطيب في غرضها، باه تجيكم بنينة. نقصوا عليها النار ونغطاها ونخليها تطيب غير في البخار هذاك برك. العجينة راهي ارتاحت، جست ما كملنا برك الحشوة. راح نقسمها الى قسمين، تكون واحدة اكبر من واحدة على الحجم تاع الصينية تاعي. انا راح نديرها في الصينية هذه تاع الكيش. دهنتها بالزيت ورشيتها بالفارينة. نجيب العجينة نقسمها الى قسمين، واحدة اكبر من واحدة بالكوبات. درك نحلها، نرش الفارينة ونبدأ نحل فيها على شكل دائري. لازم تكون العجينة نحلوها رقيقة ما نخلوهاش خشينة. درك نحط هذه اللولة، نحطها في الصينية. لازم العجينة تخرج لنا على الاطراف هكذا، نبدأ غير بالعقل معها، نبدأ نحلها كي من هكذا. ندي من الوسط ونبدا نطلع في الحواش، نضغط مليح باش تخرج لنا النقوش هذوك بتاع الصينيه تاع الكيش. نفقبها بالشوكه. هذا هو الخليط تاع الشكشوكه اللي درناها بالبصله. لازم نخلوها ناشفه، ما نخلوش فيها الماء تاع الطماطم خاطرش يثقب لينا الباكه العجينه، تجي الفطيره ماهيش مليحه. من الكمية اللي استعملتها تاع العجينة تجي سوا سوا مع هذا المول، تبقى لناش العجينة. حتى كان بقات لكم العجينة تقدروا ديروهم في المولات الصغار تاع الصواني الخاصة بالكيش. نديرو نفس الحشوة هذه، نجيبو زيتون أخضر، هذه لمسة اختيارية تقدري تستغني على الزيتون. جبن مربي النوعية اللي تحبوها، تقدروا حتى تعوضيه بالفرماج الخاص بالساندويشات على شكل مربعات ولا حتى تاع المثلثات. درك نحطها على جنب ونزيد نجيب العجينه الثانيه اللي خلينا الكوريه الصغيره ونحلوها بالحلال. ديما نحلوها على قد الصينيه، تكون اصغر تكونش كبيره كيما الاولى اللي درناها، خاطرش هذه ماهيش راح تروح للاطراف، تجي غير في الوسط بركه. كل ما جات رقيقه كل ما تجي باهيه. نحطوا هذه من فوق هكذا ونبدو نغلقوا فيها مع اللولة كي من هكذا. نجيبو هذا الجزء مع هذا وانا ماشية حتى نكملها كامل. درك نجيبو هذوما الجوانب ونعاود نرجعهم كي من هكذا حتى نكملهم كامل. بعد ما كملتها هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. هنا ضربت بيضة، درت لها شوية ملح، نبدا ندهن بالبانسو. كلمسة اختيارية نجيبو زريرة ونديروهم كي من هكذا. قبل ما ندخلوها للفول نثقبوها بالكردون هكذا ونحطوها تطيب حتى نشوفوا اللون تاعها ولا اللون الذهبي هذاك المليح.
باه نحوها من الفول ونرجع نشوفوها في شكلها النهائي. الفطيره راهي طابت، شوفوا اللون اللي تحصلت عليه، هذا هو اللون. درك نقسمها قدامكم باه تشوفوها من داخل كيف تكون. نجيبوا السكين تاع المنشار، شوفوا كيف يجي، جي لجينا شيشة هاهي. هذا هو الشكل النهائي للفطيرة اللي درناها بمكونات اقتصادية، حتى العجينة تاعها راهي جات هشيشة. جربوا الوصفة وقولونا رايكم في لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيوه مع لي زامي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.